تعودنا في دولة الإمارات أن المستقبل يبدأ من الآن، ومن الآن نستطيع أن نعرف ملامح الاحتفاء بيوم العلم الإماراتي للسنة القادمة 2021 والذي يتزامن مع اليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد، فلنتابع. والله الحمد لله، يعني التحضيرات والتجهيزات، أنا أشكر كل واحد في المؤسسة على الجهد اللي بذلوا، الجهد المضاعف اللي بذلوا. نحن نقول لك يعني نستعد من الآن، من خلنا نقول بالذات يعني من يوم الأربعاء حق 2021 في إن شاء الله بيكون في إكسبو يوم العلم. ولهذا أنا حتى أذكر أن أنا تكلمت مع معالي ريم الهاشمي وقلت له أصبح لدينا 16,000 متطوع جاهز لتمثيل الإمارات في إكسبو 2020.